المختبر لخليفة أبو سلطان بن رشيد السويدي. ما شاء الله تحدي وإثارة، عاند معاند وأنجز وأبدع وهدنا مالك على هذا الإنجاح، وجماهير بن زيتون على الناموس وعلى الفوز والانتصار، حيث قطع رحلة 8 كيلومترات في زمن وقدره 13.7 ثواني وجزئين من الثواني. التهنية للسيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. مرموق من حل وصيفا سالم بن حمود بن ثعلوب الدرعي بنفس التوقيت، ما شاء الله. وفي المركز الثالث كانت قوة عظمى حاضرة مع الصيرمي أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي، وقطع الرحلة في 13.7 ثواني. ننتظر نتيجة من مخرجنا وأسرة النقل الخارجي لتعطينا دائما وأبدا في قلب الحدث تواقيت المراكز المتقدمة. هذه لحظات الوصول لصاحب المركز الثالث، 12.8 ثواني وجزئين من الثواني، 13.8 ثواني وجزئين من الثواني. التهنية الكبيرة لصاحب المركز الثالث على هذا الفوز السيد أحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي، والزميل العزيز راشد بن علي بن خادم الزرعي. شكرا ابو مطر. متابعينا الاعزاء، متابعينا الكرام، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا وتحدياتنا في عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة، حيث المنافسات الجميلة والانطلاقات الرائعة مع سن الحول والزمول، لينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا الثامن الذي خصص للزمول المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مباشرة نسير إلى الشباب اللي على المركز الأول، يتقدم بشعار مبارك بن راشد بن مصبح الظاهري، يتقدم شعار الخميساني، يأتي على المركز الأول، بينما المركز الثاني هذا أهواك، أهواك القادم لناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي، يتقدم ويتحرك بالمركز الثاني، بينما أوحشان ياتي بالمركز الثالث، سعيد بن هلال بن سالمين الخيلي ينتقل إلى المركز الرابع، واجد الحضور من صايب لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري، بينما المركز الخامس النايف، النايف لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، يتقدم ويتحرك في هذه الاندفاع. بينما انتقل الى المركز السادس، واجد الحضور من انجازي القادم انجاري الواصل في هذه اللحظات، محفوظ بن خميس الجنيبي، يتقدم بناصر ويتحرك بانجاري المتقدم في هذه اللحظات. انتقل الى المركز السابع، والحضور من مناور القادم لمبارك بن عبد الله بن منينة الشامسي، وثامن المراكز المركز الثامن هذا هايف القادم، محفوظ بن خميس بن علي الجنيبي، يتقدم ويتحرك بناصر بثلاثة أسماء بتحدي كبير، بشعار يتقدم وتحرك أسير. وشاهد المركز الثامن شايم ناصر بن حمد بن ساعد الدرعي، بينما المركز التاسع نشوان لسعيد بن محمد بن دري المنصوري، بينما المركز العاشر الطياري محمد بن عبد الله البادي الظاهري. هذه النتيجة، هذا هو النداء مع الزملاء
الزمول 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 بنوك المستقبل المهجنات الأصايل الشعارات السلالات التي تتقدم في هذا الصباح الجميل في هذا الصباح المتميز ما بين البين. هنا التغيير هنا التغيير من وحيشان وحيشان في أرضية الميدان يقدم لنا انطلاقاته سعيد بن هلال بن سالمين الخيلية بن سالمين يتقدم أمام المشاركين ليسير على المركز الأول. أما المركز الثاني فهذا هو الشبابي الشباب القادم على المركز الثاني مبارك بن راشد بن مصبح الظاهري وصل بن زيتون يقدم لنا صايب يقدم لنا صايب القادم في هذه اللحظات محمد بن عتيجة بن زيتون المهيرية. ولكن الوصول الوصول من انجاري انجاري يقول القرار قراري يقير وينطلق على المركز الأول يتقدم ويتحرك يتقدم ويتحرك شعار يعرفه الكثير شعار يحمل الإثارة دائما في جميع السباقات. انتقل وتحول إلى المركز الرابع القادم المتقدم مناور مناور وصل مبارك بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي يسير الشامسي مع إشراق شمس هذا الصباح ليتحرك بأمال جديدة وبطموحات كبيرة الوصول والتحرك من شعارك يا الحلامي القادم مع النايف النايف الواصل لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي شعار موج وشعار الأسماء القديمة والجديدة الأسماء الكبيرة التي يا ما صالت وجالت في عالم سباقات العجن. هذا هو الحلامي وهذا هو شعاره. أنت وتحول إلى المركز 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 السادس. هنا الحضور هنا الحضور على المركز السابع يتقدم أهواك ويتحرك في هذه اللحظات. ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي يسير إلى المركز السابع. أما المركز الثامن فاجد الجنيبي يتقدم من جديد ليقدم لنا هايف بشعار محفوظ بن خميس الجنيبي. بينما انتقل الى المركز التاسع الطياري محمد بن عبد الله البادي الظاهري ونشوان لسعيد بن محمد بن دري المنصوري. يا هي معركة يا هي معركة يا هم مشاركين يا هي شعارات. الله 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 يا هذا الشوط الذي يحمل الإبداع يحمل الإبداع ما بين المضمرين ما بين الملاك ما بين الشعارات. لكن وين مقدمة الشوط ومقدمة الأداء؟ هنا أسير لأجد لأجد وعذاب القلب من شيء نشوفه. هذا هو هذا هو هذا هو أبو ناصر يتقدم من جارية يتقدم من جارية محفوظ بن خميس الجنيبية. يبدأ بمعركة من معارك الزمول يبدأ هنا ليتحرك ويتقدم المشاركين في المركز الأول في المنطقة الأولى المنطقة المستهدفة من لدى الجميع. الكل يتمنى هذا المركز والمركز
المركز الآن في قبضة بوناصر، في قبضة خميسة، هنا محفوظ بالخميسة الجنيبية، الجنيبية وإنجاري يتقدم على مقدمة الشوط، لكن القادمين، لكن المحاربين والمبارزين يصل في هذه اللحظات ويتحرك، يتحرك النايف، يتقدم سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، الحلامي يتقدم بالمركز الثاني، يتقدم بالمركز الثاني، أتحول إلى المركز الثالث وأجد هنا مناور، مناور لمبارك بن عبد الله بن منينة الشامسي، بينما المركز الرابع تقدم صايب محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، ولكن انجاري، انجاري هنا يسير في هذا المسار الصحيح، يتقدم بهذا التقدم الجميل، يتحرك بتحركاته، ولكن التغيير اللي طرى، اللي جرى، اللي صار هناك مع النايف، 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 النايف يسير مع المركز الأول والعصاف الإبطان سعادة أحمد السلطان الحلامي، الحلامي بنوعياته الجميلة، بإنتاجه الفاخر، بالسلالات التي يقدمها على أرضية الميدان، التي يقدمها على أرضية الميدان. الكيلو الأخير وصل بن زيتون، وصل بن زيتون شعاره هنا القادم المتحرك الباحث العصيف الأبطن، ولكن التغيير، ولكن التغيير هناك مع هذه الاندفاع الجميلة من انطلاقة بن زيتون، ولكن الوصول وصل مشكور بالمركز الثالث للدكتور راشد بن حمد بزفنا الأعفاري، لكن 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 الطيران، الطيران، الطيران من انطلاقة صايب الخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة الأخيرة والكبيرة الأخيرة والمثيرة ما بين الحلامي وما بين المهيري، ولكن شوف، شوف ومتع العيون بإبداعات بن زيتون، يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، صايب، صايب يصيب الهدف، يصيب الهدف لينطلق بهذا الفوز، لينطلق بهذا الناموس. تهانينا والناموس لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على فوز صايب بالمركز الأول، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل النايف سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، المركز الثالث مشكور للدكتور راشد محمد الزهن العباري، المركز الرابع كان مرزام حمود بن محمد العامري، المركز الخامس كان بالمركز الخامس شاهين حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي. إذن متابعين الكن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار، هذه الإعادة ولحظات الوصول والتوقيت الزمني المرافق لهذا الأداء، هنا 12 دقيقة و51 ثانية وجزء واحدة من الثانية. تهانينا والناموس بينما وصل على المركز الثاني وكان النايف لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي، والتوقيت الزمني للمركز الثاني 12 دقيقة 52 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس أتى بالمركز الثالث وكان مشكور للدكتور راشد محمد الزهنة العفاري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة وستة وخمسين ثانية وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. مشاهدين الكرام، متابعين الأعزاء، نتواصل ويتواصل العطاء واللقاء، شوطنا التاسع للحول المحليات حقن الدار الأصايل، التمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين.